اهلا باجمل عيله واجمل ناس في الدنيا. 3 ثواني بس اقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واقول اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويضغط على الجرس ويختار الكل عشان يوصله الاشعارات. اكتر الابراج حبا للجنس، او اكتر الابراج اللي نقدر نقول عليها عرف عنها في علم الفلك الميل. احنا عارفين ان كل الصفات موجوده في كل الابراج تقريبا، ولكن بدرجات. زي ما قلنا الرومانسيه في كل الأبراج ولكن بدرجات: العند، الكبرياء، العصبية، التوتر، الذكاء إلخ. كذلك صفة زي صفة الجنس والميل ليه موجودة في كل الأبراج ولكن بدرجات. الحلقة دي انطلبت مننا كتير أوي الفترة الأخيرة واحنا ما تكلمناش عنها خالص، وزي ما احنا بنقول لا حياء في العلم يعني، وما فيش أي مشكلة. احنا هنرتب كل الأبراج، ولكن أنا عايز أقول حاجة: الابراج اللي هتيجي في القاع من ال 12 للمركز الاول، الابراج في حلقه النهارده، الابراج اللي هتيجي في القاع دي ابراج الموضوع عندها معتدل، بينما الابراج اللي هي بتاعت القمه تحديدا من السابع وطالع او السادس وطالع، هي دي الابراج اللي هي عندها ميل قوي في الجنس. لان مفيش ابراج اسمها بارده في الجنس. لو في ابراج بارده دي يبقى شاذة في القاعدة أو شواذ القاعدة. لازم الجنس ده تلاقي كل الأبراج عندها ميل، ولكن بدرجات، لأن ربنا خلقها كده أو خلق الصفة دي في كل البشر. زي الأكل، كل الناس بتحب الأكل، ولكن تلاقي واحد بيحب الأكل اللي هو طبيعي حبه للأكل طبيعي، واحد شره في الأكل بيحب الأكل أوي أكول أوي. هكذا عشان الابراج اللي هتيجي في ال 12 وال 11 وال 10 وال 9 محدش يقول دي ابراج بارده، لا دي ابراج الموضوع عندها طبيعي. ولكن مقارنه بابراج القمه، ابراج القمه هي اللي الموضوع عندها قوي. يلا بينا ندخل في الترتيب. في المركز ال 12 هو برج القوس الناري، الموضوع عنده معتدل طبيعي. الطبيعي بنلاقيه عند مواليد برج القوس رجل او امرأة في الموضوع ده. اعلى منه في المركز ال 11 نعلى مركز بسيط، نوصل نلاقي برج الميزان قريب منه اوي، طبيعي جدا الموضوع عنده، وان كان اعلى سنة حاجة بسيطة، هزة بسيطة من برج القوس اللي بيجي في المركز ال 12. نستمر في الصعود نوصل للمركز العاشر، اعلى منهم هما الاثنين نلاقي برج الجوزاء رجل او امرأة. برج الجوزاء بيجي في المركز العاشر، نقدر نقول الموضوع عنده العادي، ما يخضش قوي، ما يفزعش قوي، ما تخافش منه. او نعلى اكتر ونخش اكتر في الجد اكتر واكتر لما نلتقي ببرج العذراء في المركز التاسع رجل او امرأة، بدأنا نخش في الجد شوية، بدأنا نخش في النهم شوية، بدأنا نخش في الموضوع يعني يبقى ملموس اكتر واكتر. إذن العذراء تاسع وبرج الدلو ثامن، وما أدراك ببرج الدلو. برج الدلو البرج الرايق صاحب مزاج عالي قوي. برج الدلو بيجي معانا في المركز الثامن، جد الجد، جد الجد مع برج الجد اللي بيجي في المركز السابع. احنا بنستمر في الصعود أكتر عشان كده ندخل بقى على العمالقة، على العناتيل في موضوع حلقتنا. برج الجدي بيجي في المركز السابع، الموضوع عند برج جدي يميل للقوة، يميل ان هو يكون ملحوظ عنده، ومع ذلك يبقى برج الدلو المصطلح الادق ان احنا نقول الموضوع عنده ماشي الحال الطبيعي، ما نخافش قوي الا لما نوصل لبرج الاسد اللي في المركز السادس. اللي عايزك تعرفه او عايزك تعرفيه ان برج الاسد اقوى في الموضوع ده من كل الابراج اللي احنا اتكلمنا عنها. هو الموضوع بدرجات، هو انا زي ما قلت كده كل الصفة موجودة في كل الابراج ولكن بدرجات. الاسد اشد منهم كلهم في الموضوع ده، رجل او امرأة بيجي في المركز السادس حرفيا في لب موضوع حلقتنا برج الاسد الناري، ينطبق عليه حرفيا موضوع حلقتنا. تلحظ ان برج الاسد شوية الموضوع عنده قوي، زيه زي برج الحمل اللي بيجي في المركز الخامس، والحمل أشد من الأسد في الموضوع ده، رجل أو امرأة عامة، والحمل أشد من كل الأبراج اللي احنا خدناه. رباعي خط النار، حد توقع من المركز الأول؟ طيب المركز الثاني، المركز الرابع، أنا يعني نفسي نسيت أقول يعني يا ريت
ايه تدعموا الحلقة دي بلايك رجاء، انا نسيت اقول عشان توصل لبقية اصدقائنا، لان في عدد كبير قوي كان طلبها ومن شهور، وانا بعتذر عن التأخير. لو شايفينها مفيدة العكس ديسلايك، وممكن تقولوا لي السبب. انا بمشي بناء على رغباتكم. يعني المركز الرابع هو برج السرطان المائي، واحد من اعتى واشد واقوى الابراج في الموضوع ده. بيجي في المركز الرابع برج السرطان المائي، متفوقا في الموضوع ده على كل الابراج اللي سبقته بما فيهم الاسد والحمل. طبعا اعلى منه في المركز الثالث هو برج الحوت المائي، واحد من اشد واقوى واعتى ايضا الابراج في الموضوع ده. ودي الابراج اللي الموضوع بيلحظ عندهم بشدة بقوة، دي الابراج اللي ممكن تكون اشد من المتوسط، اعلى من الطبيعي شوية. في المركز الثاني هو برج الطور. برج الطور بيجي في المركز الثاني عشان ياخد مركز قوي، ومعروف اصلا عن برج الطور انه في الموضوع ده برج شديد وقوي وعتي. برج العقرب بيتصدر الابراج كلها في حلقة النهاردة وبيجلس على راس التصنيف. يعتبر برج العقرب المائي رجل او امرأة هو شد الابراج كلها في موضوع حلقة النهاردة. بيجي في المركز الاول تقريبا بلا منافس وبلا منازع وبلا مزاحم العقرب، طالما عرف عنه ان هو في المواضيع اللي زي دي قوي جدا قوي جدا. زي ما قلت، ربنا خلق كل الصفات في كل البشر ولكن بنسب وبدرجات. انا لما لقيت ان في الحاح وطلبات كتيره اوي، سواء على اليوتيوب او المنتدى او الفيسبوك او الانستجرام عن الموضوع ده، قررت ان انا اعمله تلبية لطلباتكم، يعني او تلبية لطلباتكم. لو شايفين الحلقة دي مفيدة يا ريت تدعموها بلايك توصل لبقية اصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. قنواتنا التانية اسأل محمد وعيلته، قناتنا للكورة، القناة اللي احنا بنحل فيها كل مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، قناة اسأل محمد وعيلته. الروابط دي كلها والانستجرام والفيسبوك متثبتين عفوا في وصف الفيديو اول تعليق، اللي يحب ان هو يتواصل معايا ويقرب لعائلتنا. لا، كل الصفات في كل البشر ولكن بنسب وبدرجات. انا لما لقيت ان في الحاح وطلبات كتيره اوي، سواء على اليوتيوب او المنتدى او الفيسبوك او الانستجرام عن الموضوع ده، قررت ان انا اعمله تلبيه لطلباتكم، يعني او تلبيه لطلباتكم. لو شايفين الحلقه دي مفيده يا ريت تدعموها بلايك توصل لبقيه اصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. قنواتنا التانية اسأل محمد وعيلته، قناتنا للكورة، القناة اللي احنا بنحل فيها كل مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، قناة اسأل محمد وعيلته. الروابط دي كلها والانستجرام والفيسبوك متثبتين عفوا في وصف الفيديو اول تعليق، اللي يحب ان هو يتواصل معايا ويقرب لعائلتنا.